إلى الصفحة السياسية، حيث قدم السيد عبد الرحيم آدم عبد الرحيم الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل إعادة العدل والمساواة في تشاد حديثا صحفيا، تطرق من خلاله إلى قمة السماك التي انعقدت مؤخرا في العاصمة نجمينة والافتتاح الرسمي لعملية استقلال بترول سيزيغي شمال البلاد. نتابع ما جاء في البيان بترجمة أحد أعضاء الحزب. إن حزب الاتحاد من أجل إعادة العدل والمساواة في تشاد مهنئ الشعب التشادي على استغلاله الجديد لبترول سيزيغي، فإنما يدل على الجهد الكبير الذي يقدمه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إنو للبلاد. هذا الحلم الذي ينتظره الشعب منذ 40 سنة تحقق الآن في ظل قيادته. وبخصوص القمة الأخيرة للسيماك، فإن الحزب يساند الخطوات التي قام بها رئيس الجمهورية ورؤساء دول السيماك على تسهيل التنقل بين دول الأعضاء. وأخيرا، فإن الحزب يقدر الجهود التي تقوم بها السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو عبر مؤسسة القلب الكبير المتمثل في تقديم الأدوات المدرسية للتلاميذ اليتامى والمحتاجين. لذا فإن الحزب يدعو كل المنظمات والجمعيات الإنسانية أن تحذو مثل هذه الخطوات الخيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين. نظم يوم أمس المجلس الإقليمي للحركة الوطنية إنقاذ بإقليم حجر لميس ندوة سياسية لمناضلي ومناضلات الحركة بالمساجد حضرة مقاطعة حلال البيار بإقليم حجر لميس، وقد ناقشت الندوة المواضيع السياسية والأمنية والاقتصادية. محمد طاهر حسين. في إطار الأنشطة السياسية التي قام بها الوفد الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بزعامة الأمين العام الإقليمي لحجر لميس أبكر موسى كالي، والتي شملت مدينتي موسوكورو وبوكورو، فإن هذه الجولة اختتمت بمدينة المساجد حاضرة محافظة حراز البيار. وتهدف هذه الجولة إلى تقديم رسالة الحزب إلى جماهيره ومناضليه، والتي تدعوهم إلى معرفة سير توجيه الحزب والتعامل مع الأوضاع الراهنة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. فبعد الكلمة الترحيبية لمحافظ حراز البيار صادق محمد إيغا، التي دعا فيها عامة الشعب بالحفاظ على الوحدة واحترام السلم الإداري، تحدث الأمين العام الإقليمي لحجر لميس أبكر موسى كالي داعين الجماهير من مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بأن رسالة رئيس الجمهورية والمؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ هي الوحدة الوطنية والتكاتف، وأن رسالته تجاه الرفاق في المجالس الحزبية عبر هذه الندوة السياسية تضمنت 4 محاور رئيسية. المحور السياسي تطرق له الرفيق عبد الرحمن عمر كاسترو، والاقتصادي الدكتور حسين أبكر مبدو، والأمني جمعة عبيد، والمحور الاجتماعي النائبة نور الشام رمضان. كما وجه مناضلي الحركة بمقاطعة حراز البيار سلسلة من الأسئلة والاستفسارات التي انصب جلها في المحاور الرئيسية للندوة، والتي رد عليها المحاضرون بشكل إيجابي تماشيا مع أهداف ومبادئ الحزب. وآلينا عليمندنا سنة و6 شهر انتقمنا الرئيس الجمهورية بصوت آلي، خاصة في أراضي البيار، صوت الأراضي البيار أنطت لإدريس ديبي آلي، وده لازم آلينا ما نقوله كذب، نقوله صحيح. برنامج الهسا بروجرام الرئيس إندا ليفان كلمه لكم بالفروم، كلمه في الريفورم انستيتيونيل، كلمه بالتاول المستريد هنا باري وهنا دبي، كل الحدف ده الرئيس المؤسس أنا الأمبس بدور بيجيب قبل كل شيء الأزمة اللي هسه بقولها كريزي تكمل. وأنينا مدام انتقمنا ل5 سنة لازم أنينا نساندو عشان يفوز برنامجة ده. أنينا في الكامباين في 2016 كل جينا أنتو كل بدوتو مدراهنا كامباين في سورة بتيرناكو وضعتو للناس. جدير بالذكر أن المحاور الأربعة للندوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية هي رسالة الحزب لأمناء الأقاليم بهدف شرح محاورها إلى كافة المناضلين والمناضلات في الحزب من القمة إلى القاعدة الجماهيرية للحركة الوطنية للإنقاذ.